في منك منفعة ما فكر فيك الأمريكي صرتي بعيونه مزرعة يا بلدي عم غار عليكي ما همه إلا الأنزعة ما همن إلا يزلوكي حطوا على ظهرك بردعة الله يعزك ويقويكي صرتي حليم المرضعة والشاطر عم يطمع فيكي خيراتك كلها موزعة بين يلي غلطوا خانوكي من ضد بلدي ومن جاي معه ما بعرف مين عم يأذيكي كلهم باعوكي المنفعة ولا واحد فيهن شاريكي عايشين بنص المعمعة وما في واحد فكر فيكي من جهل رفعوا القبعة للاحتلال الامريكي لكن من بعد الزوبعة رح يصفى الجو رح يرضيكي شعبك لو انه الداعي دعا بروحه دمه رح يفديكي يا الاستاذ كريم السلام عليكم. كم أنا سعيد حقا بافتتاح هذه الحديقة وإنني مغتبط صدقا لجعلها منبرا للحقيقة. شكرا لك يا حكومة وبوركت يا نظام لهذه الخطة المرسومة باتجاه الأمام. سنقول كل ما يدور في الأذهان بحرية متاحة للكل، فقد آن للكلام الأوان والنور الساطع قد حل، ولسنا في عهد السلطان حتى نستعمل خيال الظل. كلامنا منبعث من ضمير صاف نقي ومن حب خالص للبلد، وإذا ما شئنا لأوطاننا الرقي فلنستمع لمن تجرأ وانتقد. نريد الصلاح للبلاد وكلامنا جلي سافر، وإذا وافق ما بذهني رغبات العباد فقد يقع الحافر على الحافر. ليس الانتقاد معارضة، فقد تطمع المعارضة في السلطة، ولا هو مقاومة ولا مناهضة، إنما نضع فوق الحرف المنقوص نقطة. نريد إطلاق الصحافة وأن يكون لها دور معلوم، وبذا تقصر المسافة بين الحاكم والمحكوم. نحن نسير في درب منير مشرق وقلوبنا متفائلة بالمستقبل الآتي، ونحن مع كل لسان ينطق بالكلمة الطيبة والنقد الذاتي. لا يجب أن نخنق الأصوات ولا أن نغطي الشمس بورقة شجر، ولا يصح أن نكون كالأموات ولا أن نقذف قائل الحق بالحجر. فلندع الناس يقولون ما يشاءون، فإنما العاجز هو الذي يمنع، وليصدر من صحفهم ما يبتغون، والخائف هو الذي يردع. أما رأيت إلى العقرب كيف يكون وكيف إذا هوجم يصنع؟ قال شاعرنا: إن الصحافة للشعوب حياة، والشعب من غير اللسان موات، فهي اللسان المفصح الذلق الذي ببيانه تتدارك الغايات، وهي الوسيلة للسعادة والهنا وإلى الفضائل والعلا مرقاة، هي معرض الأعمال برهان على مقداره، بل إنها مرآة. فمما الخوف والحذر وبلادنا ترتع في حرية قل نظيرها؟ وإنه من نعم القدر أن يكون للعزة والحضارة مصيرها. أقول قولي هذا
وأتمنى الخير للوطن. أيها الحشد والجمهور، إنني أحاول التقاط ما بذهنكم يدور. فلرب قائل يقول وهو في حالة استغراب وذهول: لماذا نقتصر من الصحف على ثلاث متشابهات كالتوائم يلهثن وراء أخبار بعضهن لهاث بالسياسة والثقافة والجرائم، ويقفن كالتائه بين الأحداث كلابس عمة قد ضاع بين العمائم؟ صحفنا ليست لها ميزات ولا يطالعها إلا المعني أو الغافل، ونمدها أحيانا تحت القطر ميزات ونلف بها سندويش الفلافل. طباعتها قديمة، أنباؤها سقيمة، مواضيعها عقيمة، ولازم تكون راضي. ليس لها من بديل ولا إليه سبيل، قارئها عليل وأخبارها من الماضي. مقالاتها مكررة ليست مصورة، عناوينها مكبرة وكله عالفاضي. ومقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم، وكل حتى تشبع واشتكي للقاضي. والقاضي بالطاحونة مواعد وحدة مجنونة، وقاعد معها بركونة ودبرها يا مدبر. هذه الصحف لا تحب التجديد، لا تتحدث بالمفيد، وتحب أن تنشر ما تريد هي لا ما نريد. والخبر الجديد عندها مات خالد بن الوليد. قال شاعرنا: وليست حياة الناس إلا تجددا مع الدهر في إناسه واخضراره، وما الناس إلا الماء يحييه جريه ويرديه مكث دائم في قراره. والناس لا تستطيع أن تشرب ماء المستنقع، تحب دائما أن تشرب من النبع والمنبع. ثم إنه يجب أن تكون لكل صحيفة هوية مستقلة عن غيرها، متميزة تنشر الأخبار باتزان وروية غير متحزبة ولا متحيزة، وتثبت للنظام حسن النية بالنقد والحجة المعززة. فالرأي الواحد مأساة ويقودنا جميعنا للهاوية، والرأي الآخر مدعاة لتنوير العقول الغافية. ثم إن الناس تحب الجديد المطور ولا تلتفت للماضي العتيق، ولا تستسيغ الخبر المكرر المزور، ولا يعنيها أن شب في إسرائيل حريق. أرجو أن تعدنا جرائدنا بتعديل مسارها، وأن تحترم مواطنيها الجمهرة، ولا تجعل من قارئها حمارها وتدلي أمامه العصا والجزرة. إن الجرائد في البلاد مدارس نقالة، فيها المعلم السائح للطالبين، بها فوائد جمة ومواعظ مأثورة ونصائح، لكنها إن بدلت غاياتها ساءت نتائجها وضاع الصالح. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن. أيها الحشد والجمهور، بعد أن تكلمنا عن الإعلام المقروء ما ساء منه وما قد يسوء، أنتقل بالكلام عن الإعلام المرئي والمتمثل بالشاشة والتلفاز، وحديثي عنه مجتزأ جزئي ولكنه لا يخلو من الغيظ والاستفزاز. كلنا نتابع بشغف برامجنا العربية والمحلية، وأحيانا ينتابنا القرف من مسابقاتنا الغبية. تعاسة في الشكل والمضمون، واستهزاء سافر بالمشاهد. سخرنا بمن سيربح المليون فإذا هو في مجال البرامج رائد. يسألوننا: ما لون هذه الزهرة وهي أمامنا على الشاشة؟ هل هي حمراء أم زرقاء أم صفراء؟ أليس هذا سؤال حشاشة؟ وبرامج المقابلات ضحك على عقول الناس، كلها مجاملات وتبجيل بضيف النسناس. فقر مدقع في المعلومات والثقافة، وخفة دم مفتعلة. يريدون جر الجمهور للسخافة ببرامج سطحية مرتجلة.
يستخفون بقدر ضيف كبير تحاوره مذيعة جاهلة لا تعرف عن قدره إلا اليسير ولا يهمها سوى نظراتها الذابلة. والكومبارس بنظرها فنان قدير، فتبا لهذا الإعلام ما أرذله. والحق في رأيي يقع على المدير، إنه المعني بالمشكلة. هل هو عما يدور ضرير أم جهله قد فاق جهل الجاهلة؟ نحن لا نريد أن يخرج الزير من البير، ولكن أن يضع الضوابط للمسألة. الناس يحرقون المراحل باتجاه المثير، ونحن نغرد خارج المرحلة. والوقت عندهم ثمين أثير، ونحن نقيس الوقت بالمرملة. هل الإصلاح في الفن أمر عسير أم أننا نستمرئ البهدلة؟ الشاشة مرآة الوطن، وينعكس واقعنا في صقالها. فهل نتطور مع الزمن أم تبقى الأمور على حالها؟ أما الدعاية والإعلان فهما من ضرائب الحضارة والمدنية، إنهما منتشران في كل مكان، في الشوارع والطرقات والبرامج التلفزيونية. وربما مول الإعلان مباريات وحملات انتخابية، ولكن معظم إعلاناتنا في تلفازنا واللادية تسيء لأولادنا وبناتنا، وأكثر أفكارها غبية. ثم إنها تقطع عرض المسلسلات بشكل وخح وفج، بيقطعوا الكلمة بنصها بالتمثيليات، وبدجوا الإعلان بنصها دج. لازم يكون في لجنة لتقييم الأفكار بالتصوير والجودة وطريقة العرض. مو حلوة يصير التلفزيون بأمر التجار ويفرضوا دعاياتهم على الشاشة فرض. كل المحطات العالمية بالأفلام والأخبار بتعمل دعاية مدروسة، ومننتظر دعاياتهم الحلوة انتظار. ويا ما ناس بهالقصة مهووسة، أفكار راقية لتقديم المنتج، فيها ذكاء وفيها حضارة. بس دعاياتنا بتخليك محرج من قلة الذوق والجآرة. والأغاني هابطة، والموضة صارت فيديو كليب، والمعاني ساقطة، والمطرب ضايع بين الشلحة وبين السليب. شغلة غريبة وموضة عجيبة، وين الهريبة ما بعرف. قلبي ملان وما في أمان، وآه يا زمان شي بيقرف. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن. أيها الجمهور الكريم، أما القضاء والقضاة فقد قيل فيهم قديما: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، فحسبك أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوصا. أما حديثا فأقول وعمر سامعين يطول: يقولون القضاء قدس الأقداس لا يجب علينا مسه، فهل لبى القاضي حاجة الناس؟ وهل أخجلته من أفعاله نفسه؟ أيها القاضي بأمر الناس فاستعجل، وحقق نصرة المظلوم لا تهمل. لماذا التسويف والتمييع والمماطلة في البت في الشكوى؟ يعني إذا أردت لحقك أن يضيع فارفع على خصمك دعوة. عندنا محاكم مختصة من شأنها تيسير الأمور، بس كل ما عم تزيد العصة على المواطن المقهور. بداية وجزاء وصلح واستئناف ونقد وتمييز، والنتيجة ما في دواء والمدعي آكل هوا. فهل هذا معقول؟ رحم الله أيام شيخ العشيرة وحكماء القبائل، بجلسة واحدة قصيرة يحلون أعقد المسائل. لك يا أخي ما قصة القاضي؟ هل العيب فيه أم في الهيكلة؟ ما حدا بيطلع من القصر العدلي راضي، فيها إن المسألة. إخواني، يجب أن يكون القاضي طاهر الذيل شريف الميل، يسهر الليل لتحقيق العدالة، عالي الهمة بريء الذمة، فخر الأمة بالنزاهة والنبالة.
أما قاضينا فإنه يفكر في الراتب، يتقاعس عن الواجب، يحك الحاجب مفكرا بالاستقالة، لا يهمه الناس ولا مشاكل الناس ولا شكاوى الناس، عائفا حالة يا حكومة ريحي حتى يريح الناس وزودي له المزايا، بترجاك تدللي حتى يجوهر عنده الإحساس ويبت بالقضايا. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن. أيها الكرام الأعزاء، أما القوانين التي نعمل بمقتضاها فقد أصبحت بالية، وبئست القوانين الظالمة التي لا تستمد من الناس آراءها، وبئست الدساتير الحاكمة التي تبخس الناس أشياءها، وبئست الجماهير النائمة. ما علينا، أعود فأقول بئست القوانين الظالمة التي لا تستمد من الناس آراءها، وبئست الدساتير الحاكمة التي تبخس الناس أشياءها، وبئست الجماء وناخذ له